هتلاقوا الوصفة دي هي وصفات تانية كتير مكتوبة بالتفصيل على صفحتي The Bite of Delight على الفيسبوك، وبليز ما تنسوش تبصوا تحت الفيديو في صندوق الوصف أو الديسكريبشن بوكس، هتلاقوا رابط الصفحة ورابط الوصفة المكتوبة باللغة العربية. وبليز لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سيبا معكم من البايت اوف ديلايت، وحابة اقول لكم هابي نيو يير وعام سعيد عليكم كلكم بإذن الله، وفي بركة وفي رضا من ربنا علينا كلنا بإذن الله تعالى ان شاء الله. انا اسفة جدا ان انا نازلة بالفيديو ده متأخر، بس كان عندي مشاكل كتير قوي في الانترنت، فبليز اعذروني معلش. وان شاء الله النهاردة هوريك وصفة لذيذة جدا لسويس رول، بنعمله تزيين من الخارج بعجينة تانية اكنه يبان ان هو مكتوب عليه من برة او مرسوم عليه من برة رسومات مختلفة، شكله لطيف جدا. هو اصلا ديزرت او نوع من الحلويات اليابانية اسمه الديكو رول. هوريكم ازاي نعمل الديكو رول او السويس رول المتزين من الخارج بطريقة مختلفة جدا ولذيذة وسهلة وشهية قوي، وان شاء الله وصفة سويس رول جديدة كمان معاه. ممكن اي وصفة سويس رول عندكم معتمدة تستخدموها في الوصفة دي. تعالوا نشوف انا هعمله ازاي مع بعض. علشان نعمل الديكو رول او السويس رول برسومات عليه من الخارج، هنحتاج لخليط التصميم والرسم، ربع كوباية من الدقيق المنخول، 4 معالق كبيرة من السكر المطحون، 1 معلقة كبيرة من الزبدة او المارجرين في درجة حرارة الغرفة، 1 بياض بيض في درجة حرارة الغرفة، ربع معلقة صغيرة من الفانيليا. علشان نعمل السويس رول في صينية مقاس 30×22، هنحتاج 3 بياض بيض في درجة حرارة الغرفة، رشة ملح، ربع معلقة من كريم التارتر او الخل، 3 معلقة كبيرة من السكر، 3 صفار بيض، 1 معلقة كبيرة من السكر، 2 معلقة كبيرة من اللبن الحليب، 2 معلقة كبيرة من الزيت، نص معلقة صغيرة من مستخلص الفانيليا، 2.5 معلقة كبيرة من الدقيق المنخول، و 2.5 معلقة كبيرة من نشا الذرة. للحشو هنحتاج 1 كوباية من كريمة الخفق اللي هتبقى اوريدي مخفوقة، يا باودر يا الا فريش اللي انتوا بتحبوه، و 1 حبة مانجو صغيرة متقطعة مكعبات. علشان نبدأ بقى نعمل الخلطة بتاعت الديكوريشن بتاعتنا، ودي تعملوها لأي سويس رول بأي وصفة. الخلطة دي ملهاش علاقة بالسويس رول نفسه، دي منفصل. عندي هنا كمية من الزبدة او الشورتنينج او المارجرين اللي هو الدهن النباتي الاصفر او الدهن النباتي الابيض او الزبدة العادية، اوكي، تكون في درجة حرارة الغرفة زي ما انتم شايفين تبقى كريمي كده، وهنضربها خفيف وهنحط لها كمية من السكر الباودر ونضربها كويس مع بعض لغاية لما تبقى خليط كريمي جدا. اوكي، ضربتهم مع بعض بالشكل ده لغاية لما الخليط بقى كريمي جدا. اوكي، هبتدي اضيف كمية من بياض البيض واخلط. اوكي، تخلطوا مع بعض بالشكل ده. هبتدي اضيف الفانيلا اكستراكت او فانيلا، ممكن تستخدموا حتى فانيلا الباودر البيضة عادي. اوكي، هبتدي اضيف كمية من الدقيق. بالشكل ده بقى اصبح عندي خليط ممتاز جدا ان انا اعمل بيه الديكوريشنز بتاعتي. الخليط ده اللي فاضله لو انا الخليط بتاعي او الميكس بتاع السويس رول بتاعي هيكون شوكولاته، يبقى استخدمه ابيض وارسم بيه الرسومات بتاعتي عادي على حسب اللون اللي انا عايزاه يعني. لكن لو هو هيكون فاتح طبعا هنلون الخليط بتاعنا ده. فانا دلوقتي هجيب طبق منفصله اوكي، هنبتدي نقسم في كل طبق، هنحط كمية من الخليط وبعد كده نلونه ونبدأ ان احنا نشتغل بيه. كمية بسيطة من اللون ببدأ بيها الاول، ويفضل الجل كولرز، انا ما عنديش حاليا فبستخدم الالوان المتاحة عندي، مش بعترض، وبقلب بخلة عشان ما وسخش حاجات كتير، بس ده طبعا حسب رغبتكم، ممكن تقلبه بمعلقة سباتشولا.
ادي مجموعه الالوان اللي عندي، عملت الموف عملته غامق شويه، طلع يعني غلطه مش مقصوده بس هو طلع غامق مني شويه يعني. وبعدين عملت الفوشيا او الروز بينك، وعملت الاخضر والبلو والاورنج او البرتقاني. اوكي دلوقتي نخلي الالوان على جنب ونجيب الصينيه بتاعتنا اللي هنشتغل عليها. انا هخبز الصينيه دي صينيتي. اوكي فهحط الباترن بتاعي او الرسمه بتاعتي. الرسمه بتاعتي بصوا بتبقى بالمقلوب، بس انا طبعاها كده يعني المطبوع عندي هو اللي بالمقلوب، علشان لما اكتبها بالمقلوب وتيجي انت تلفيها الناحيه الثانيه هتبقى بالمعدول، فلازم تبقى بالمقلوب. واللي عايز الديزاين ده يبعت لي وانا ابعته له عشان لو عايز يقلده او يمشي عليه. اوكي ده بس علشان النيو يير، انا عامله الفيديو ده هنزله متاخر شويه عن النيو يير علشان انا بعمله يوم النيو يير بالظبط عشان مزنوقه كالعاده ومش لاحقه. اوكي هنحط الرسمه بتاعتنا تبقى في وسط، هناخد شويه لون من اللون الموف او اي لون يعني عندي منه كميه، وهحطهم في الاطراف عشان يثبت لي الورقه والرسمه بتاعتي بالطريقه دي. انا مش هلتزم بالالوان اللي انا طبعاها اوريدي، هعمل الوان تانية، بس ده الفكره العامه يعني. هبتدي اجيب بايبنج باجز او الاكياس بتاعه الحلواني ديسبوزبل طبعا، هحط فيها الالوان ونبتدي نشتغل. هنبتدي بقى ان احنا نعمل بايبنج. اوكي بصوا بالشكل ده خرج عندي من قدام عادي جدا جوه الكيس. هبتدي ان انا اعمل دلوقتي بايبنج ونكتب كل حرف بشويش على مهلنا على الاخر، محتاجة بس تمرين شوية. مش اكتر من كده، شوية تمرين علشان نعرف نظبط الاداء. اوكي ونستمر لحد لما نخلص الباترن بتاعتي كلها او الديزاين اللي عندي كله. ولو في اي خطأ في النص حصل او اي حاجة مش عجباني ممكن انا اظبطها خفيف كده بالخلة. خلي بالنا ان ده ظهر الباترن او الديزاين مش هيبان خالص. وادي خلصت معايا بالشكل ده زي ما انتم شايفين. دلوقتي لغايه لما نبتدي نحضر خليط الكيك ونخلص لازم نقعدها في الفريزر حوالي تلت ساعه لغايه لما تتماسك وتجمد كويس قوي. اوكي عشان نبدا نعمل وصفه السويس رول دي وصفه جديده. لو عايزين تعملوا الوصفه القديمه او اي وصفه سويس رول عندكم بس تستخدموا الباترن او الخليط بتاع الديزاين بس وبعاكوا اي خليط تاني للسويس رول براحتكم مفيش اي مشكله. هنا عندي كميه من بياض البيض مفصول عن صفار البيض. اوكي هنخلي صفار البيض على جنب دلوقتي ونيجي لبياض البيض. اوكي هنضرب البياض. بالشكل ده لحد لما يطلع فوم ويبقى يطلع فقاعات بالشكل ده او بابل. اوكي في المرحله دي هضيف الكريم اوف تارتر او نبتدي نخفق مره ثانيه. اوكي خفقت شويه لمده تقريبا 30 ثانيه. اوكي هنبتدي نضيف السكر بالتدريج شويه شويه لحد لما نوصل بخليط البياض لمرحله المنقار المتماسك. اوكي هي دي مرحلة المنقار المتماسك. اوكي زي ما انتم شايفين كده. ولما هنيجي نحرك الطبق هتلاقيه ثابت وما بيتحركش خالص البياض. هنيجي دلوقتي للصفار، نحط رشه من الملح و
اوكي، بس حبيت اوضح حاجه. اولا انا بخفق على سرعه متوسطه، مش قليله قوي ومش عاليه قوي. العاليه قوي هتدخل هواء بسرعه للحاجه ويطلع منها بسرعه، فالسرعه المتوسطه هي افضل حاجه. ممكن استخدم المضرب بعد ما استخدمه في البياض اخش بيه على طول في الصفار، لكن العكس غير صحيح. العكس هيخلي البياض ما يرتفعش معانا نهائيا، ولا ان هو يطلع فوم وينتفخ. تمام، فلازم ان احنا نضرب البياض الاول وبعدين الصفار بنفس المضرب بدون ما نغسله، مفيش اي مشكله. الخليط اصبحت فيه فقاعات وفكه من بعضه وفتحها خفيف قوي في اللون. هبتدي ان انا اضيف له كميه من السكر بالتدريج. بالشكل ده الخليط تضاعف في الحجم وافتح لونه جدا جدا زي ما انتم شايفين بالشكل ده. اوكي، وبقى كريمي. تمام، وافتح وتضاعف في الحجم شوية. ففي المرحلة دي انا هنا خلطة مع بعض شوية زيت مع شوية لبن حليب كامل الدسم. هبتدي ان انا اضيفهم اوكي بالكامل على خليط الصفار بتاعي بالشكل ده، وهبتدي اخفق على سرعة قليلة. اوكي، في المرحلة دي هبتدي اضيف الفانيلا. انا هنا مستخدمة الفانيلا البيضة العادية. وفي المرحلة دي برضو هبتدي ان انا اضيف كمية من اللون الاصفر، عشان انا عايزة اديله لون، وده براحتكم تماما، ده اختياري طبعا، انتوا اكيد عارفين يعني. انا بس عايزة ادي للخليط بتاعي لون اصفر عشان هحشيه بالكريمة والمانجو، فعايزة اديله ايه حركات يعني. اوكي، في المرحلة دي هبتدي هضيف نشا الذرة اللي عندي اللي انا محضراه، اللي هو الكورن ستارتش بالشكل ده، وهضيف كمية الدقيق، وهنبتدي نخفق بشويش على سرعة هادية. اوكي، بالشكل ده خفقنا ووصل بالطريقة دي، وما خفقناش زيادة خالص. هضيف كمية بسيطة من البياض على الخليط الاولاني بتاعي بالشكل ده، وبقلب من تحت لفوق بسباتشولا. اول بس ما انا البياض يختفي، ما بقلبش زيادة عن اللازم عشان ما اخرجش الهواء اللي دخلته في البياض. اوكي، بس اول ما البياض يختفي هضيف كمية كمان. هنضيف بقية كمية البياض كلها. في عندي هنا كيس حلواني هنليه بشوية من الخليط. الباترن بتاعتي طلعتها من الفريزر وادي شكلها. هشيل بس الباترن كله كده، هو ورقة الخبز اللي احنا رسمين عليها كده. هدهن الصينية. انا هنا عندي نون ستيك سبراي، وهبدأ بشويش ان انا يعني بالراحة كده هو اشيل الورقة اللي انا رسمت فيها، يعني كانت هي الجايد لاين بتاعي، او كانت هي الورقه اللي عليها الديزاين بتاعي بالشكل ده. هسحبها وهشيلها، انا مش محتاجاها خلاص. ونرتب ورقه الخبز بشكل متساوي. ادي الخليط بتاعي حطيناه في كيس الحلواني. هبتدي الكيس، هبتدي امشي على الفراغات علشان يدخل فيها الخليط بالتساوي. لما بدلقه بالكامل لاحظت ان هو ما بيخشش جوه انحاء الكتابه بالظبط، فانا عايزه اعمل الموضوع ده بايدي، خصوصا اي احرف فيها فجوات بالشكل ده، عشان اتاكد انها اتغطت بالكامل الطريقه دي ودخل لها بين الالوان.
هبتدي بقى انزل كمية من الخليط بالطريقة دي. حركة أخيرة هبتدي أهز الصينية وأخرج أي فقاعات هواء زيادة ونزها يمين وشمال. اوكي هنخبزه في فرن متسخن مسبقا على درجة حرارة 160 لمدة تقريبا حوالي 10 دقايق. طلعت من الفرن هخبطها على الكاونتر عشان أقلل الانكماش. طيب في المرحلة دي هناخد قطعة ورق خل اخليها تبرد خالص قبل ما اتعامل معاها. السويس رول بتاعنا هنبتدي دلوقتي ان احنا نحشيه. اوكي الطبقة الداخلية طبعا هي اللي مش عليها الرسمة، ممكن على فكرة ان انتوا تقشروا الطبقة دي خالص بايدكم كده بسهولة جدا مع الوصفة دي. هبتدي دلوقتي ان انا احشيه. انا هنا بحشيه بكريمة عادية خالص زي ما وريتكم قبل كده، الكريمة الباودر عادي انا بضربها زي ما عملتها في فيديو التيراميسو. اوكي وعندي هنا كمية من المانجو انا قطعتها ناعم خالص زي ما انتوا شايفين وهبتدي ان انا اضيفها. اوكي وبعدين هنبتدي ان احنا نلف. اوكي بالشكل ده وهنحطه القفلة بتاعته دي تكون من تحت. هو هنا عندي من فوق الكتابة والكلام. دلوقتي هدخلهم التلاجة يقعد يهدى تقريبا زي مش اقل من 4 ساعات علشان يكون بس لاحق هادي وبقى مظبوط. دي السويس رول بتاعنا بعد ما طلع من التلاجة هبتدي ان انا ده بيبقى شكله النهائي. هحطه على طبق التقديم. ده شكله بيبقى. اتمنى ان انتوا تجربوه وان شاء الله يعجبكم جدا. Thank you and happy new year. سنة مليئة بالبركة والخير وكل نعم ربنا. ربنا ينعمها عليكم كلها وربنا يعم السلام على العالم كله والأمة العربية خصيصا. والله يا رب يهدينا كلنا ويسعدنا كلنا ويرزقنا كل خير ويطرح البركة في كل أيامنا وفي أولادنا وفي حياتنا وفي شغلنا. أتمنى لكم السعادة من كل قلبي وهابي نيو يير.